شروق شمس يوم جديد بالنسبة لملايين الأطفال في العراق عن التوجه إلى مقاعد الدراسة، أما بالنسبة لحسين فهو بداية يوم عمل جديد في تقاطعات الطرق بين المركبات، حاملا أحلامه التي هدمت بسبب واقع أليم أفقده أبا وأما مريضة تصارع الحياة. عمل شاق بالنسبة لحسين، فهو يعمل لإعالة عائلته وتوفير لقمة العيش بما يتصدق به المارة في الشارع، بعد أن وجد نفسه مرغما على ترك دراسته وأحلامه لسد جوع عائلته وتوفير علاج أمه المريضة وأخوته الصغار. تركت الدراسة، ما عدنا محتاجين، بس أنا وأختي بالبيت وأمي، وعفت المدرسة لأن أبوي متوفي، بس إحنا عايشين. قلت لي عايشة، قلت أنا حطلع، ظلت أشتغل هنا على هذا اللي طلنا ربع وخمسمية، ما عدنا، كان محتاجين، محتاج وين يروح؟ وأمه بها سكر وشرع والله، وأنا أشتغل هنا. ارتفاع نسب العمالة في كربلاء نتيجة للإهمال الحكومي لهذه الشرائح التي عانت الأمرين، سواء وضعهم المادي المترهل وسوء تخطيط المعنيين بإيجاد فرص لذويهم ليكون أطفالهم بمكانهم المناسب بين مقاعد الدراسة. هناك ارتفاع بنسبة عمالة الأطفال من خلال تواجدهم في التقاطعات والطرق العامة في المحافظة، هذا مؤشر خطير ينذر بمشكلة لحماية الطفولة. لو نعود على أهم الأسباب التي دفعت إلى ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في محافظة كربلاء، نجد الوضع الاقتصادي اللي تعاني منه بعض العوائل، إضافة إلى الوضع الاجتماعي المتمثل بالتفكك الأسري، كان هذا نتيجة الخلافات العائلية بين الأسرة أدى إلى ارتفاع نسبة العمالة بين الأطفال. الوضع الاقتصادي الصعب وما خلفته الحروب من أيتام يعملون مجبرين على تحمل قساوة الحصول على لقمة العيش، يتأملون وقفة حكومية للاعتناء بهم وتوفير مأوى مناسبا يقيهم من ظروفهم الصعبة. لربما الوقت تأخر لاسترجاع طفولة حسين الذي فقدها بين الأرصفة، وهو يكسب عطف بعضهم لسد رمقه وعائلته. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.